انت تختار تفتح كونت في البنك الشعبي، ما اخذت ولا حركت عن بالك؟ نعرف عنك تختار، خصوصا انه مجاني، ولا تنسى انه اي رسوم راعي لخدمه بنكي من البنك الشعبي حساب مجاني وبنك متنقل رافد وفيدك، تتعدل به ياسر من الامور وسهل عليك ياسر من معاملاتك. عليك الا تحمل تطبيق بنكي من جوجل بلاي ولا اب ستور. ولا السلام عليكم، كيف حالك؟ شيخ محمد الصوفي موجود؟ السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ طيب شيخ أنا ما بيطول عليك، بس أنا عندي ورقة أبي أعطيك إياها الله يبارك فيك. هذا ابنك ما شاء الله، الله يحفظه. ابنك يعني من شو؟ في علاج وما يتكلم وما يتحرك عنده هذا الشلل. الآن عندك الخيار يا شيخ، إما أن تعالج هنا في البلد أو تعالج برا. خلاص إذا برا برا. أنا لا جيت أدور ضيف ولا أسكن، أنا جيت أساعد محمد وانش، وهذا توفيق من رب العالمين. أنا سألت عنك في المنطقة وقالوا أن أنت هنا عندك مدرسة أو محضر، هذه المحضرة لك صحيح؟ أنت تدرس فيها الأطفال؟ درس الأطفال والكبار. الحين الشيخ أنا عندي ورقة ثانية، هذه الورقة فيها الحمد لله خير كثير، إما توسع هذه المدرسة أو تجيب فيها مدرسين. شو اللي يناسبك؟ أنا ناسبي أنا مدرسين عندي مرأة الشيخ فقط. الله يكتب لك الخير ووفق في المدرسة، وهذا فضل من رب العالمين، إحنا فقط وسيلة. الله يسلمك. والناس لناس يا عمي، والدنيا بخير. الله من عمكم. الله يبارك فيك. الله ولا يسلم جزائي أنتم ومراعكم وكل من دعينا الخير، لأنك أنت يخص السؤال اللي أعطاها واللي حملها واللي وصلها. صحيح. واللي وصل صحيح. في تلك الأرض البعيدة ورغم قساوة الظروف، ما زلنا نرى فيها من يحاول نشر العلم والمعرفة بأبسط الأدوات وأقل الموجود. ربما أن رغبتهم بالتعلم هي ما ساقنا بها الله إليهم ليصبح لهم بوجود المعلمين مستقبل جديد.